اسعد الله اوقاتكم بكل خير واسعد الله مصر بكل ابنائها المخلصين المحبين المهومين بها ونعطر افواهنا دائما بذكر ابطالنا ابطال القوات المسلحه اللي بيخوضوا حرب ضد الارهاب حرب حقيقيه مش من اجل مصر بس لا ده من اجل العالم ودايما بنسال الشهداء الذين رحلوا عنا وهم يذودون عن هذه الارض ويبذلون الغالي ارواحهم في سبيل ان تنعم ايها المصري ان تنعم ايها العربي في كل مكان من هنا من مصر ان تنعم بهذا الامان رحمة الله عليهم جميعا وأسكنهم الله فسيح جناته دائما نعطر أفواهنا بذك بذكر أبطال القوات المسلحة من الجيش المصري ومن أفراد الشرطة دائما الذين يحرسون آآ آآ هذا البلد الأمين البلد الطيب أهله دائما أعزائي المشاهدين آه، النهارده وإحنا بنتكلم آه، يوم السبت تحديدًا آه، بنت... دايمًا بنتكلم عن المزامير القرآنية ودي الفقرة الثانية النهارده اللي بنختم بيها دايمًا الحلقة ومعانا فيها محمد الشيخ محمد قطب الطويل والمزامير القرآنية دايمًا ممتدة من المدرسة آه، المصرية للتلاوة. فقرتنا الأولى وهي مع روحانيات الشعر وهنبحر مع آه فضاء الشعر وجمال الكلمه والحس الصوفي في الكلمه الشعريه وازاي ان الاقطاب المتصوفه دائما كانوا يكتبون الشعر حبا في رسولهم حبا في ربهم هذا المعنى الرائع اللي حاول البعض أنه يمسك في الجملة الصوفية دون أن يذهب إلى الحس الصوفي فكان هناك مسافة كبيرة ما بين الكتابة وما بين التواصل بين المتلقي الشاعر محمد جويش وهو شاعر يحافظ على عمودية الشعر العربي بحس صوفي له أكثر من ديوان النهاردة هنتكلم معاه ونتكلم عن منجزه الشعري ونتكلم عن روحانيات الشعر بشكل قريب جدا من القلب ومن الفهم ومن العقل ومن الادراك والوجدان. خلونا نروح لعناوين اخباريه من خلال زياره سريعه لاهم المواقع، اليوم السابع بيقول السيسي يخصص مئة مليون جنيه لتعويض اسر ضحايا السيول واصلاح البنيه الاساسيه للمناطق المتضرره. رئيس الوزراء يتفقد رأس غارب ويقدم التعازي لاسر الضحايا ويوجه بالاستعانة بخبراء دراسات السيول والامطار بعد ساعات من ضرب السيول لمدن بمحافظه البحر الاحمر قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي صرف تعويضات لاسر ضحايا السيول وامر باصلاح البنيه الاساسيه بالمناطق المتضرره وقرر الرئيس توفير وقرر الرئيس توفير 100 مليون جنيه لمواجهه الازمه بصرف 50 مليون لاسر الضحايا وباقي المبلغ المقرر لاصلاح البنيه الاساسيه وتفقد المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم السبت عدد من مدن محافظه البحر الاحمر لمتابعه الاثار المترتبه على السيول خاصه في مدينه راس غارب ومدينه الغرداء ورافقه في الزياره وزيري وزيرة التنميه المحليه والنقل ومحافظ البحر الاحمر يعني معايا تليفون من احدى قاطنات الراس غارب الو استاذه مريم ايوه اهلا بحضرتك ازيك ازي حضرتك يا فندم وقلوبنا معكم ربنا يخليك يا رب يعني شكرا جدا ايه اللي حصل وماذا يحدث وشايفه ايه المنجز اللي على الارض دلوقتي ايه ردود الافعال لحد دلوقتي والله يا فندم هو اللي حصل يعتبر كارثه آه وضع انسان سيء جدا الأهالي هنا متدمرين في لغاية دلوقتي ناس مفقودة مش موجودين <applause> آه في جثث بنلاقيها آه برك المياه موجودة في كل مكان بيوت مدمرة بالكامل آه الوضع مأساوي يعني بس آه يعني بالنسبه يعني انا في تعليق بس على كلام حضرتك كنت عايزه اقوله على نقطه سياده رئيس الوزراء ان هو كان موجود في الغرب وتفقد الاماكن الموجوده او ايا كان هو بس هو كان فعلا موجود في الغرب بس افتعلت مشكله وما دخلش البلد يعني ما دخلش جوه البلد او يعني ما دخلش جوه البلد يعني ما شافش الدنيا كلها على الارض بالنسبة للناس أو الناس عايشة إزاي؟ الناس عايشة على المساعدات الخارجية، الناس الإعانات اللي بتيجي من المدن اللي حوالينا جردقة، القصير، مرسى علم، سفاجة. طب السيد المحافظ يعني في في اتصالات بالسيد المحافظ بينكم وبين السيد المحافظ في تحركات واحنا شايفين برضو بعض ال في 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 ردود افعال موجوده حقيقيه هو بص يعني التحركات بت يعني ممكن دايما بتيجي متاخر مش في الوقت نفسه تمام يعني هي الكارثه حصلت م. الناس آه لو هنتكلم في تعويضات فالناس دلوقتي ملهاش مكان تقعد فيه اصلا يعني هو الوضع مهما يعني حضرتك انا اتكلمت فيه او الناس شافت صور الوضع اكبر من كده بكتير الناس فعلا مش لا يعني الناس يا اما قاعده عند اهالي بعض او ابيوت بعض او في مدارس يعني دي الحاله لكن لو هنقول ان هو دلوقتي في اماكن لاستقبال الحالات دي مفيش طيب احنا بنحاول اه اه الاتصال بسيد المحافظ او اه رئيس المدينه وبالتالي اه نحن على يقين بان هناك لابد ان تكون هناك ردود فعل واسعه المدى بعد قرار السيد الرئيس بتوفير 100 مليون جنيه لمواجهه الازمه ما بين اه اه المتضررين وبين اصلاح البنيه الاساسيه خلينا نروح ونتمنى ل... نتمنى آه. بس ان التبرعات اللي هتيجي من ال... من السيد الرئيس ان هي تتوزع فعلا على مستحقيها والناس اللي اتضررت فعلا لاني حاليا زي ما بقول لحضرتك مفيش اسواق مفيش مكاتب كل الناس يعني شغلها وقف تقريبا المدينه معطله بشكل كبير جدا فنتمني ان الحاجات دي فعلا ترجع للناس اللي هيستحقوها وان هما يستخدموها بشكل جيد يعني وجميل ان السيد الرئيس على طول بيوجه او بيعطي توجيهاته بشكل مباشر، بشكرك شكرا جزيلا استاذه مريم ونروح للمصري اليوم اول تعليق من شيخ الازهر بشان اطلاق الحوثيين صاروخ على مكه، قال الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر ان اطلاق ميليشيات الحوثي صاروخ تجاه مكه المكرمه جرم احمق يمثل استفزازا كبيرا لمشاعر اكثر من مليار ونصف المليار مسلم في شتى بقاع الارض. واعتبر شيخ الازهر في بيان صحفي اليوم السبت ما حدث تصرف اجرامي سافر وسابقه خطيره وتحدي صارخ من اصحاب الاجندات الطائفيه الذين يسعون للهيمنه على العالم العربي ودعا شيخ الازهر كافه المعنيين بالامر في العالمين العربي والاسلامي الى اتخاذ موقف عاجل وحاسم تجاه هذا التجاوز غير المسبوق الذي تعد كافه الحدود الدينيه والاخلاقيه والانسانيه وفي الوطن مصر تدين الهجومين الإرهابيين في مابدوغوري نيجيريا أدانت وزارة الخارجية في خبر عاجل اليوم السبت الهجومين الإرهابيين في مدينة مابدوغوري النيجيرية والذين أسفرا عن سقوط قتلى وجرحى الشروق الصحة ارتفاع عدد ضحايا السيول الى ثمانيه عشر شخصا اعلنت وزاره الصحه والسكان اليوم عن وفاه ثمانيه عشر شخصا واصابه اثنين وسبعين حصيله الامطار الغزيره والسيول في عده محافظات والتي بدات اليوم الخميس الماضي وحتى صباح اليوم السبت حيث شهدت محافظه جنوب سيناء وفاه تسعه اشخاص واصيب اخر تم نقل المتوفين والمصاب الى مستشفى شرم الشيخ الدولي وقالت الوزارة في بيان لها اليوم السبت أنه في محافظة بني سويف أصيب خمسة أشخاص تم نقلهم جميعا إلى مستشفى بني سويف العام بينما توفي في محافظة سوهاج ثمانية أشخاص تم نقلهم إلى مستشفيات أخميم المركزي وسوهاج العام وسوهاج الجامعي وأصيب ثلاثة وعشرون شخصا تم نقلهم إلى مستشفيات أخميم المركزي وقنا العام وسوهاج العام وسفاج المركزي وسوهاج الجامعي وفي محافظة البحر الأحمر توفي تسعة أشخاص تم نقلهم إلى مستشفيات غارب المركزي والغردق العام فيما أصيب خمسة وثلاثون نقلوا إلى مستشفيات غارب المركزي والجونة في المبتدا الداخليه عن احتفال اسر السجناء ننشر الثقه ونقضي على الشائعات قال اللواء السيد جاد الحق مساعد وزير الداخليه للامن الاجتماعي ان ما نقوم به عندما تقوم به الوزاره من توفير مساعده مساعدات ماديه لاسر السجناء والمفرج عنهم يعكس البعد الاجتماعي ونشر الثقه والقضاء على الإشاعات بين المواطنين واجهزه الدوله واضاف جاد الحق خلال كلمته في حفل توزيع مساعدات ماديه على اسر المفرج عنهم والسجناء اليوم السبت ان الوزاره تقوم بدورها الاجتماعي تجاه المواطنين ومساعدتهم بجانب دورها الامني في مصراوي نص اعتذار امين منظمه التعاون الاسلامي للرئيس السيسي اعتذر الامين العام لمنظمه التعاون الاسلامي اياد مد... امين مدني عن عبارات التندر التي ساقها ابا مؤتمر وزراء التعليم في تونس من تصريحات ادلى بها الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل ايام في المؤتمر الشبابي في منتجع شرم الشيخ، وقال مدني ان العبارات كانت على سبيل المزاح والدعابه ولم يقصد الاساءه للقياده المصريه ممثله في فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي وفقا لبيان نشر على صفحه المنظمه على فيسبوك الجمعه، واكد مدني وهو وزير سعودي سابق انه يحترم الرئيس السيسي الذي يكن له تقديرا كبيرا كقائد عربي محنك يقود دوله عربيه تحتل مكانه كبيره في قلب كل عربي ومسلم وشعب عظيم صاحب تاريخ وحضاره. وتاتي على خلفيه هذا الخبر اسئله كثيره اهمها هل يكفي هل يكفي مجرد الاعتذار عن تجاوز من رجل يحتل او يرتقي الى هذه او هذا المنصب يقف على سده هذا المنصب الرفيع في منظمه مؤتمر التعاون الاسلامي؟ ربما شعر كل مصري أن هذا التجاوز طاله شخصيا فيما لا يكفي الاعتذار صدرت بعض أو من مصادر صحفية ومصادر دولية بدت هناك دول طالبت إياد مدني بالاستقالة من منصبه كأقل ما يكون أو ما يجب إزاء هذا التجاوز الذي أعتبره أنا كمصري تجاوز في حقي شخصيا ودائما نقول إذا ما كان هناك وقت حقيقي لأن يرفع المصري راسه عاليا ويفخر ويقول تحيا مصر فهذا هو الوقت الذي يحكم فيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا البلد الى مشارف المستقبل الذي نأمل ونحلم به دائما. الاستاذ خالد مجاهد الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزاره الصحه وعايزين نعرف من حضرتك بعد الترحيب دكتور خالد اهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك تحياتي يا اهلا وسهلا انتوا طالعنا على يعني المشهد بتفاصيله يعني ايه الاخبار اهم ردود الافعال ايه ردود افعال ايه يا فندم حول المصابين في مصاب السيول لا مصاب السيول يا فندم طبعا يعني بعد تعرض البلاد والأمطار الغزيره والسيول من يوم الخميس الموافق 27 و 10 2016 الساعه 5 صباحا وحتى اليوم عندنا اجمالي عدد المصابين 72 مصاب اجمالي عدد الوفيات يعني لسه ازداد من حوالي ساعتين ووصل كان 19 وفاه وصل الى 22 حاله وفاه بنتقدم طبعا بخالص العزاء لاسرهم وذويهم الحقيقه بنتمنى للمصابين الشفاء العاجل والمصابين يعني عايز اطمن الساده المواطنين المصابين حالتهم الى حد ما مستقره يمكن كلها كانت اصابات طفيفه ما بين سحاجات وكدمات وخدوش وخلافه وفي بعضهم بالفعل خرج من المستشفيات وحتى المتبقي في المستشفيات حالته مستقره تماما وفي الساعات القليله القادمه هيخرج بخير ان شاء الله طبعا لو تكلمنا عن رأس غارب بتكلمنا عن محافظات كثيرة أكيد في اتصالات مباشرة ما بين المحافظ وبينكم بين المحافظين وبينكم بين كل الجهات المسؤولة لأن وإحنا بنسأل الأستاذة مريم في رأس غارب بتقول يعني إحنا عايزين نحس أكتر وأكتر بردود الأفعال أو بالتواجد على الأرض عندهم شوف يا احنا بالتنسيق طبعا مع هيئه الارصاد الجويه من قبل حدوث السيول وطبعا عندنا علم من الهيئه وده فادنا طبعا ان احنا رفعنا درجه الاستعداد للدرجه القصوى في مستشفيات المحافظات المتوقع حدوث سيول بها ومستشفيات باقي المحافظات تباعا تم التاكد ان في 25% من الاسره خاليه لاستقبال اي حالات طوارئ في مستشفيات تلك المحافظات هيئة الإسعاف المصرية سيارات الإسعاف على أتم استعداد مش بس السيارات المتمركزة على الطرق وفي الميادين لأ كمان سيارات الانتشار السريع اللي هي بتجوب المحافظة بشكل كامل لضمان سرعة وصول السيارات أثناء تراكم المياه في الشوارع إلى مناطق الحادث. الحاجة الثالثة إن في منشورات صدرت من قطاع الشؤون الوقائية والأمراض المتوطنة م. بوزارة الصحة لكل المديريات على مستوى الجمهورية بكيفيه او الاجراءات المتخذه أو المتبعة التي من الواجب اتباعها أثناء حدوث السيول في كافة المحافظات. الدكتور خالد إذا حضرتك بتقول احنا بنتكلم أو في علاقة قوية بينا وبين الأرصاد الجوية وبنعرف يمكن التفاصيل والمعلومات، طب المعلومة الم... مهمة جداً، توافر المعلومة مش بيملي علينا أحياناً لابد أن يكون هناك خطوات خطوات استباقية أو احترازية عشان ما يبقاش الوضع كارثي بالشكل ده؟ لا فيما يخص الصحه هو مفيش وضع كارثي فيما يخص الصحه المصابين بيتم استقبالهم في المستشفيات ويتم عمل اللازم لهم وطبعا يعني حالات الوفاه دول بقاء لله دي حاجه بايد ربنا سبحانه وتعالى لكن انا يعني بتكلم بس على ما يخص وزاره الصحه يعني الحمد لله مستشفياتنا جاهزه ما حصلش عندنا عجز في استقبال اي من المرضى ولا حصل عندنا تاخير في وصول سيارات الاسعاف هو ده الشق اللي يخص وزاره الصحه كوزاره لكن حضرتك بتتكلم بالنسبه للطرق او بتتكلم بالنسبه للمياه في الشوارع او بتاع دي حاجه يعني وزاره الصحه مش ليست معنيه لا بيعمل اتمنى ان تتعاون كل الجهات في الوصول الى ردود فعل يعني كما ارادها السيد الرئيس بتوجيهات مباشره لمعالجه كل ما تنتج عن هذه السيول من طبعاً يعني اضرار كبيره جدا بنشوفها على الشاشه شوف يا احنا كل جهات الدوله كل الوزارات سواء وزاره الري وزاره الكهرباء وزاره الصحه وزاره الداخليه جميع جهات الدوله مع هيئه الارصاد الجويه كلنا بنتعاون يد في يد حتى ان تمر هذه المشكله بسلام ان شاء الله اخرين والله ان شاء الله يا دكتور خالد ويعني حسبنا دائما ان السيد الرئيس يقوم بتوجيهات بشكل مباشر لصيانه الشخصيه المصريه او المصري في كل مكان بشكركم شكرا جزيلا دكتور خالد عموما سنخرج الى فاصل ونعود للفقره الاولى مع الشاعر محمد جويش انتظرونا اهلا بكم اعزائي المشاهدين يعني من اجمل آه ما يتحدث به الانسان دايما ويعطر الفم به هو مديح سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وده اللي اكسب القصيده العربيه اللي مدحت سيدنا النبي هذه الروح الروحانيات اللي آه يمكن آه بدات مع البعثه المحمديه مع سيدنا حسان بن ثابت وتوالت القصائد والمديح وخد اشكال كتيره جدا وخد حتى طابع كل بلد والبلد الواحده خد فيها طابع اللهجات كل لهجه كل مزاج كل حته جغرافيه قدرت تمدح الرسول صلى الله عليه وسلم وتتقرب الى الله سبحانه وتعالى بهذا المديح ويعني والمديح اللي بيطلع من القلب لان ما ينفعش تمدح حد الا لما تكون بتحبه آه ممكن سمعنا المتنبي هو بيمدح سيف الدولة مثلا، بيمدح ملوك، بيمدح آه وزراء في تاريخ في تاريخنا العربي والإسلامي، ولكن يأتي مديح سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مديح يعني ده طالع من القلب قوي فلما بيطلع من القلب بيخش القلب على طول، فبنشوف الحس والجمال والروعة والتواصل، فالنهارده هنتكلم عن روحانيات الشعر مع شاعر له تجربة شاعر عنده منجزه الشعري عنده على سلم الطائرة عنده بالصوت أم بالصدى عنده البدء بالتي دواوينه الشعرية واللي حافظ فيها دايما على جزء كبير من الحس الصوفي اللي يعني كان روح القصيدة عنده الشاعر محمد جويس محمد أهلا بيك يعني خلينا واحنا بنتكلم في الاول قبل ما نقول اه نسمع شعرك ونفتح الدوين بتاعتك خلينا نقول القصيده او روحانيات القصيده اه بدات من امتى بدات ازاي يبقى عندنا القصيده قصيده المديح في سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام الحقيقه سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام يعني هو كائن متفرد اه معجز في شكله م. معجز في طبعه، معجز في كل شيء. الرسول عليه الصلاه والسلام يوم ان ولد اخذه جده ابو طالب وطاف به الحرم ثم انشد قصيده في مدح هذا المولود الجديد. آه. طبعا قبل ما يعرف لا قصه نبوه ولا خلافه. آه آه. كل ما يبص كان يتهلل. ويسعد وطبعا كانت شفاعته عنده لأي حد بالدنيا اه يعني مدح سيدنا النبي ده بدا يعني قبل البعثه قبل البعثه سيدنا آه. النبي مبعوث بسن الأربعين كما تعلم طبعا ويعلم آه. الجميع الا انه هو فيه شيء يعني قلت حضرتك متفرد يعني حتى قبل البعثه نفسها عمه ابو طالب آه. انشد قصيده اكثر من 100 بيت بيتكلم عن جماله الله. لما بيقول اه وابيض يستسقى الغمام بوجهه آه. ملاذ اليتامى عصمة للأرامل و وطبعا هذا البيت من هذه القصيدة آه. آه. يعني وبعدين طب يعني لم يبعث وبعد ما بعث قال قصيدة فيه قبل مماته ما وقال ويعني بما معناه ولولا أن يلوم الناس علي لآمنت بهذا الدين فإن دين محمد من خير أديان البرية دينا وحتى اعتبره بعض المحبين أنه يعتبر إيمان لأبي طالب يعني إذا كان خلاص اعترف بأنه خير أديان البريه يبقى مش ما اقدرش بس ينطق بال بالشهاده عشان الكفار لحو... يعني المهم دي جدليه أخرى وهكذا إلى أن جاءت البعثه فطبعا معلوم رغم حب قريش وثقتهم الشديده في رسول الله وقصص كثيرة تعلمها طبعا حضرتك منها قصة التحكيم في موضوع الحجر الأسود ورضينا به وفرحوا بالتحكيم والصادق الأمين والصادق الأمين وهو ملاذ كل أمانتهم وكل ثقتهم فالمهم جابوا سيدنا حسان بن ثابت قبل أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطبعا حسان بن ثابت شاعر فحل يعني من الشعراء ال المعمرين عاش سبعين عاما قبل الإسلام وسبعين عاما بعد الإسلام وكان من, من الشعراء الذين يرتدون سوق عقاظ ويدخلون في التحكيم أو في فكرة من التحكيم فكرة المسابقات الشعرية وكان المحكم فيها النبيغ الذبياني طبعا آه. وكان يقول في النعمان بن المنذر آه. أتاني أبيت اللعنة أنك لمتني وتلك التي أهتم منها هوا وأنصبوا وهكذا آه فقالوا له بقى هيجي عليك شخص كده احنا عايزينك تشوفه وتكتب لنا شوية هجاء فيه <applause> عشان نستغله ضده طبعا هي دي كانت وسيله الاعلام الاساسيه وهي الشعر. فالراجل ما يعرفش مين سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام وما يعرف هيطلع عليك من هذا الباب او من هذا المكان شخص اهجوه. فهو ما شاف هذا الشخص ثم عاد اليهم والقى اليهم المال الذي اعطوه اياه <applause> <applause> ثم قال له القى اليهم المفاجاه. القى اليهم <applause> المفاجاه. من العيار الثقيل. قال لهم انا لما شفته ما عرفتش اهجوه. هجوه ازاي ايه الوحش فيه اللي يتهجى ثم قال لهم لما نظرت الى انواره سطعت وضعت من خيفتي كفي على بصري خوفا على بصري من حسن, من حسن صورته فلست انظره الا على قدري, قدري. آه. روح من النور في جسم من القمر كحليه, كحلية نسجت بالانجم الزهري, الزهري. الله. عليه الصلاه صلى والسلام الله عليه وسلم. ثم امن واسلم من حينها آه. فطبعا انقلب السحر على الساحر فانت يعني اصلا يعني انت عايز تشتم واحد وعايز تسب واحد طب مش لازم يكون فيه اشياء تسب اشياء تعاب هو ليس فيه شيء يسب لا في الخلق ولا في الخلقة ولا في الطبع ولا في أي شيء كله يمدح كله يمدح الله يعني ما ارتكب نقيصة حتى قبل البعثة يعني سلام. لما عليه الصلاة والسلام سمع أن في عرس وفرح وعيال سهرانين وبتاع قال لك قالوا له أصحابه تعالى نروح فإذا به يغشاه النوم فلا يستيقظ إلا على ضوء الشمس الله. وكانه لم يكتب له حتى ان يعني يخالط الشباب في مثل يعني في هذا المديح هذه الكلمات التي اكتست بهذا الحب هل كان يكفي فقط ولكن قبل ان ادخل لابد وأن اقف عند ابيات شعريه الاستاذ محمد جويش بماذا يعني نبدا او باي قصيده تبدا من خلال دواوينك انت كتبت اكثر من برده في سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بماذا تبدا والله ابدا باحدث ما باحدث برده اعمل فيها الان واسال الله ان يتمها على خير اقول فيها بعد ابيات من بدايتها ما دام يسمع بين الروض نجوانا ما دام يسمع بين الروض نجوانا فان بي لهفا لن يهدأ الان وان بي لوعه بالشوق احملها بين الجوانح للمختار ازمانا يا كم اتيتك والدنيا تعذبني اشكوك ذنبي واسقاما وحرمانا فانساب نورك ملء الروح يؤنسها وعاد صبك بين الخلق انسانا ما امه خاو يهفو لمنبعه الا وعاد الى الخاوين ملانا او زاره عاشق يرنو لروضته الا وكان القرى في الروض احسانا او جاءه مذنب يشقى بزلته تاتي شفاعته تمحو الذي كان اني حبيبي وذي الابيات اسطرها اصبحت انظر للابيات خجلانا يا ويح شعري أما استطاع اليراع هنا أن يحسن العزف أنغاما وألحانا يا قلب إن أجدبت في البوح قافيتي فاجعل مداد الهوى في الحب شريانا يقولون في البلاغة أحيانا أصدق الشعر أكذبه ولكن في مديح سيدنا أحلى الشعر أصدقه تمام أحلى الشعر أصدقه في سيدنا صلى الله عليه وسلم لأنه نابع من أحاسيس حقيقية ومشاعر يعني دائما تتدفق اتكلم عن البردة تاريخ البردة البردة لها تاريخ البردة لها تاريخ طبعاً. يعني بدأت البردة مع سيدنا كعب بن زهير مم. كعب بن زهير هو ابن زهير عشان. ابن أبي سلمة صاحب صاحب الـ الـ المعلقة صاحب المعلقة آه. أمن أمي أوفا من أمي أوفى دمنة لم تكلمي بحومانة في المتلثمي اللي مدح فيها اتنين من غطفان وهم يعني معروف ان هم حرب البسوس وداحس والغبراء وعصموا دماء الناس بان دفعوا دياتهم وخلافه كان ابوه زهير بن ابي سلمى رجل عظيم ولكن طبعا يعني علمهم الشعر وكان يابى ان يقولوا الشعر الا باذنه فكان كعب عايز يكتب دايما الشعر فابوه ينهاه لدرجه انه طردوا قصه كبيره حتى اجازه بان يقول الشاعر آه. فكان شاعرا هو واخيه هو واخوه بجير آه. له اخ اسمه بجير شاعر ايضا بجير اسلم وقال له يا زهير اسلم زي ما اسلمش وبعدين تطاول زهير بن ابي سلمى سوري كعب بن زهير تطاول على رسول الله وتطاول على امهات المؤمنين وخلافه ف بالشعر بالشعر طبعا، والشعر زي ما قلت لحضرتك هو كان وسيله الاعلام الاولى ويا ويل من يهجى بالشعر ويا سعد من يمدح بالشعر، خلد سواء هجاء او فطبعا لما تطاول كعب بن زهير على رسول الله ولم يعتذر ولم ياتي ولم ولم فلما تم فتح مكه كان من المهدر دمهم فطبعا حاول يلجا الى اي حد في الدنيا يجيره مم. قال له خلاص قضي الامر الموضوع انت انتهيت مم. فقال له اخو اعمل ايه قال له اخو ليس لك الا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب الى ال... اذهب ال... الى الباب ال... وامكث امامه الى باب الوصول الى باب الوصول فطبعا ذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاذن في الدخول عليه ثم القى قصيدته التي مطلعها بانت سعاد فقلبي اليوم متبول فقلبي متيم اثرها لم يفت مكبول أيوة نبئت بأن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله, الله. أه. إن, رسول أن, رسول الله, الله إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف قال الهند مسلول فقال له رسول الله بل مهند من سيوف الله مسلول فكانت بصمة رسول الله على القصيدة فهي التي أعطت للقصيدة النفحة الله يعني حاجة أتكلم عنها بعد كده حتى في قصيدة البصيري لما بيقول فمبلغ العلم آه فيه أنه بشر, بشر وتوقف وأنه خير وتوقف فقال له رسول الله في المدينة وأنه خير, وأنه خير, خير خلق, خلق الله خلق فوضع فوضعت بصمة الرسول وعشان كده القصائد دي خلدت آه. استفاض في هذه القصيدة إلى أن طرب لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فما كان من الرسول إلا أن عفى عنه وخلع له البردة وأعطاه إياها فكانت هذه هي أول برده الله وسميت بالبرده لانها كانت نتاجا لها او كانت هديه رسول الله مقابلها البرده الله فسميت البرده لكن قبل ذلك وبعد ذلك مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا على لسان حسان بن ثابت في دفاعه عن الرسول والامه الاسلاميه وهجاء الكفار عدمنا خيلنا ان لم تروها أرجوهم وروح القدس معك أيوة وكان يا حسان آه وكان كان ينصب له منبرا ليقال عليه الشعر فيقول عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع عرضتها كداء تبارين الأسنة مصعدات على أكتافها الأسل الضماء تظل خيالنا جيادنا متمطرات تلطمهن بالخمر النساء, النساء فإما تعرضوا عنا اعتمرنا وكان الفتح وانكشف الغطاء وإلا فاصبروا لجلاد يوم يعين الله فيه من يشاء وطبعا حسان بن ثابت كان حاجة عظيمة وعبد الله بن رواحة و يعني أرجع تاني لما تختاره لنا من دوينك أنت أثرت أنك عايز تقول الأحدث ولكن ربما يكون عندك الكثير في إطار المديح الحمد لله ماذا تقدم لنا ماذا تختار لنا الآن يعني تقدم لنا إيه يعني أقول قصيدة أسميتها شفاعة وتعود ذكراك التي أهواها فاشفع لنفسٍ شوقها أضناها ذرفت على باب الحبيب قصائدا كلمة وما زال الجوى يغشاها تشكو إلى المختار لفح وجيبها لا ضير فهو شفيعها وهداها وهو الملاذ إذا يشيب من الضنا شعر الوليد وتدلهم خطاها أولم يخصك في الزحام بآية وشفاعة وبراية ولواها فحباك ربك من عظيم عطائه فاشفع فاشفع تشفع لا نروم سواها صلى الله عليه وسلم يا سيدي يا من رقيت على الذرى تعلو بشرعتك التي ترعاها ما بال امتك التي داويتها صارت تضمد جرحها بشقاها وغدت تخضب بالدماء اكفها ودموع عين النازحين سقاها يلقى القميص على الوجوه مدرجا أن يعيد إلى العيون رؤاها وإذا اشتكى عضو من الحمى بها لا تسهر الأجساد من حماها كنا وشاد السابقون نسيجها صرنا فحل اللاحقون عراها والدين صار مع اللئيم كآية بعد التلاوة في الورى ينساها ما هذه الدنيا التي اسستها كلا ولا كدت الى اخراها ما هذه الا شراك للرؤى تقضي على حب القلوب رحاها وركلت بالقدم الشريف جواهرا واليوم يتخذ الحديد الها يا ايها الهادي سالتك بالذي سمك السماء بليله وضحاها اشفع اشفع لامتك العليله ان ترى نور الحقيقه كي يعود ضياها صلى الله عليه وسلم عليه <applause> يعني وإحنا بنتكلم عن بنية القصيدة والكتابة الشعرية وحلاوة الكلمة والروح روح الحب التي يعني يبثها الشاعر في ثنايا كلماته هل يكفي زي ما بنقول المنشدين كده منشد صوته حلو بس هل يكفي الصوت الحلو منشد بيقول كلمة حلوة هل يكفي الكلمة الحلوة هل الشاعر يكفي ان يكون فحل من فحول الشعراء، شاعر قوي، شاعر متمكن من ادواته حينما يكتب في سيدنا صلى الله عليه وسلم، ام ان هناك عنصر مهم جدا في الكتابه عند الشاعر. حضرتك اثرت قضيه في منتهى الجمال والاهميه. اللي دائما يقال ما خرج من القلب يصل الى القلب على طول وما خرج من اللسان لا يتعدى الاذان. مم انا ممكن اكتب قصيده عصماء ونفضل نحلل فيها فنيا انما مش حاسسها ومع سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام هي دي النقطه لا بد ان يكون هناك احساس او هيكتب قصيده لكن مين مين القصيده اللي هتعلق معاك وتحسها مم. انت لا الاحساس بيوصل عشان كده تجد ان غالبيه من تفرد في مدح الرسول عليه الصلاه والسلام متصوفين حبوا بقى ان حق. غالبيه آه. ان غالبيه من تفرد في مدح سيدنا صلى الله عليه وسلم من المتصوفه. ايوه وانت يعني يعني اشكرك على هذا التعبير ان غالبيته ولم تجمع جمعا كاملا لا طبعاً لا. لان التعميم قد يؤدي الوقوع في الخطا ولكن ربما كتب اخرون ولم لم يكونوا من المتصوفه وان كانت روحهم متصوفه. لكن آه. بقى لما بتيجي تتكلم عن من اجمل ما كتب في الرسول هتلاقي ابن الفارض اه الحلاج قبله هتجد حتى وفي الحب الالهي, في حب الإلهي في الحب الالهي هو يعني ارتقى الى اعلى المقامات ليكتب حتى يعني حتى اقطاب الطرق الصوفيه ولا من سيدي ابراهيم الدسوقي وسيدي احمد البدوي وسيدي صالح الجعفري رضوان الله عليهم جميعا ابو حامد الغزالي وابو حامد الغزالي و... ومين تاني كتير كتير انا لا يعني لا يسعني ان اقطاب الامام آه الرائد محمد آه آه. يعني في يعني زكي عبد القادر اه أنا اسماء كثيره انا اذكر منهم مثلا على سبيل المثال آه ماضي السيد ماضي <applause> محمد ماضي ابو العزايم صلاح الدين القوسي رحمه الله الذي توفي فقريبا محمد زكي ابراهيم محمد زكي الامام إبراهيم طبعا الامام فخر الدين محمد عثمان عبد البرهاني امام الطريقه البرهانيه سيد صالح الجافر وهكذا فهتلاقي دول انشغلوا بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا حبا تملك عليهم حياتهم فبالتالي خرجت اشعارهم عن الرسول من القلب و ياتي بعد ذلك حديثنا طبعا او امتدادا لحديثنا عن البرده في نقطه كده مهمه جدا فكره ان تطور البرده يعني تطور البرده بمعنى ان في كتابات مختلفه جاءت مع تطور الزمن في سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني من اشهر او من اشهرها على الاطلاق برده البوصيري تمام وهي نفحه من اولها لاخرها. تمام تمام يعني نقف عند برده البوصيري حقيقه فنجد انها يعني نفحه بكل ما فيها برغم ان البوصيري كانت له الهمزيه. الهمزيه قبلها ولكن هذه سميت الكواكب الدريه في مدح خير البريه. ايوه بعد ان القى البوصيري همزيته بسنين اصيب بمرض سمي مرض الفالج. اللي الشلل الرباعي الشل الرباعي ايه وبالتالي كان طريح الفراش م. سنين. شلل كامل شلل كامل فيعني قال لعلي إن تشفعت برسول الله صلى الله عليه وسلم عند ربي أن يكون لي باب فكتب قصيدته التي مطلعها أمن تذكر جيران بذي سلمي مزجت دمعا دمع جرى من مقلة بدمي وهبت الريح من تلقاء كاظمة وأومض البرق في الظلماء من إضم فما لعينيك إن قلت تكف همتا وما لقلبك إن قلت استفق يهمني الله مئة 60 بيتا او 160 بيتا كتبت بهذا الجمال والروعه وطبعا زي ما قلت لحضرتك وهو بيكتب هذا البيت وقف فمبلغ العلم فيه انه بشر ثم سكت فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم منا من يقول له اكتب وانه خير خلق الله كلهم ثم مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه فقام من فوره على قدميه لما قام ومشي وعرف بين الناس انه خف وشفي ما قالش لحد هذا السر عادة أهل الله وأنهم يكتمون ما بينهم وبين ربهم حالهم فجاءه جاره يا شيخ بصيري قال له نعم قال له ما تلقي علي القصيدة اللي انت قلتها لسيدنا سيدنا النبي ايه يا عم عرفك حاجة زي كده قال له رأيتها أمس في المنام تلقى بين يدي رسول الله وأنت تلقيها قال له يا خبر هي وصلتك طب خلاص بقى نقولها فألقاها ثم عرفت بأنها الشافية وحتى يومنا هذا كثير من الناس يستشفون بها ويقرؤونها وكثير من الناس العارفين والمحبين والمتصوفين هي ورد شبه يومي لهم هذه القصيدة لا الجميلة لا وشطروها آه. مخمسات مسدسات يعني مربعات يعني شطر... تم تشطيرها وطبعا عندنا في مصر ناس تفننوا فيها طبعا ناس تفننوا فيها التهامي والناس العظيمة من المنشدين دول يعني هاموا فيها وال... والثاني اللي اسمه ايه ده العطواني و... الشيخ العطواني الله يعني هذه يعني هذه الاسماء وهذه القامات يعني وقالتها بحب ما هو فكره ان الروح آه الحب العشق لسيدنا صلى الله عليه وسلم هو الذي سرى في هذه الاكساد فاحياها، سرى في هذه الكلمات فضمن لها الخلود وضمن تمام. لها الانتشار ثم كانت هذه دون قطع الكلام حضرتك، ثم كانت هذه البرده الثانيه هي الملهمه لمن وراءها مم. كل واحد بقى يكتب برده معارضه لبرده لبرده البوصيري طبعا برده البوصيري متفرده الا ان كل عارضها على قدر استطاعته الى ان اتى امير الشعراء احمد, أحمد شوقي فعارضها طبعا فنيا يقال أنها أجمل وأعظم ولكن تضرر لبردة البصيري نفحة نورانية حتى أسمع أن أه. الـ 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 الأمير الشعراء وهو بيكتب الـ الـ البردة بتاعته اللي سميت نهج, نهج البردة يبقى. على نهج بردة الإمام البصيري بدأ يدخل بقدراته الشعرية فلم يجد الأبواب قد فتحت فأعلنها الله يعلم أني لا أعارضه أيوة. فمن ذا يعارض صوب السائل العارمي الله المادحون وأرباب الهوى تبع لأحمد صاحب البردة الفيحاء ذي القدم الله خلاص يعني احنا كنا تبع وبدأها بريم على, على بين, بين الباني, الباني والعالمي أحل سفك دمي في, في الأشهر الحرمي فطبعا أبدع فيها أمير الشعراء أحمد شوقي وكتبها أطول كمان من المئة وستين اللي كتب فيها البصيري وكانت رائعة ثم تتابع لا هو طبعا البوصيري يعني عرضت قصيدته يعني البوصيري كتبها في في القرن السابع عرضت في القرن الثامن وعرضت في القرن التاسع لناس كثيرين في هذه الدراسه التي انا قراتها باسمائهم يعني دعني اقول شيئا الان انا من اجمل الاشياء التي سعدت بها انه انشئت جائزه خاصه بالبورتر. هي دي نقطه يعني اهتمت اهتمت شقيقتنا دوله الامارات العربيه المتحده وارجو ان تحذو كثير من الدول حذوها بأن أنشأت جائزة سميت البردة الآن هو العام الرابع عشر لها يعني قضت ثلاثة عشر دورة طبعا يتبارى الشباب ويتبارى المبدعين تحت اسم البردة آه. يعني كل شاعر يتقدم كل شعراء يعني ومعظم من يتقدمون إليها من شباب الشعراء أيوة. يعني تسمى قصيدتهم بالبردة بالبردة ما أحلاها آه. وما أجملها آه. آه. لدرجة أن البرد دلوقتي وصلت لفوق الثلاث والأربعة آلاف قصيدة يعني لو بحثت عن البردة م. تجد أن ما يقرب من ثلاثة أو أربعة آلاف قصيدة باسم البردة أو نهج البردة أو على نهجها فطبعا أصبحت ملهمة يعني أصبحت وكأنها نبراس مدرسة وطبعا بيتبارى الشباب فيها في هذا الموضوع يعني إذن يعني لزاما عليك أن تعود إلى إحدى برداتك <applause> هذه البردة أنت لك القديمة لك كذا إصدار للبردة والله يا برضو حاولت أجتهد فقلت على غرار البردة وكيف بدأت بالغزل ثم تعرجت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت وإن كان تحرر البعض من فكرة القفية يعني البعض تحرر من القافية وذهب إلى قوافي أخرى ولكن يعني جعلوا حب سيدنا صلى الله عليه وسلم هو المنهج هو الإطار اللي بيمشوا فيه لكن هقول لحضرتك حاجة عشان تأثرت هذه النقطة تظل معظم القصائد التي كتبت في رسول الله صلى الله عليه وسلم وتظل تقريبا النسبة الأعظم في البردات التي كتبت كلها على الوزن الخليلي موزونة ومقفة آه يعني حتى ما, عمودي كتب يعني آه ما كتب في الشعر الحر شعر التفعيلة آه القصيدة التي تسمى القصيدة النثرية لم ترقى بجمالها وجودتها معنى لا اعيب في هذا النوع لا. ولكن حتى يبدو ان هم يعني فيها روح ايه اللي موجود انت بتتكلم عن ايه اللي موجود لحد ايه آه. المنجز لحد المنجز لحد نرجع فقلت في جزء من هذه البرده كفاني ما برا قلبي كفاني م. وما فعلت بكفي راحتاني ويستويان ان بانت سعاد عن المشتاق او حل التداني وان امسيت مسفوكا دمائي بريم القاع في علم وباني فما للصب من اخبار ليلى سوى توديع اطياف الحسان فيممت الفؤاد لقاء حب محال ان يرد فتى يعاني يمرر فوق راس الروح كفا فيبدل شقوتي طيب الاماني وجاء الى بلاد العرب سلما وكان القوم في جمر التفاني وكم فتكت بهم حرب بسوس وغبراء وداحس يحربان تراه فأشرق من حنايا بنت وهب ضياء هل من بين الجمان تراه كما يقال أتى يتيما أمن اليتمى في أرض تعاني إذا قيل اليتيم لوصف طه فطوبى لليتامى يا زمان الله أيا صدقا على رجلين يمشي ويا صفحا ويشهد أخشباني ويا عقلا حكمت فشت بيتا وصنت الحجر والركن اليماني سريت فكان مسراك احتفالا كأنك فاتح تلقى التهاني أممت الأنبياء وصرت فيهم خطيبا قام منطلق اللسان ومعراجا لسدرات المعالي ولجت وكان غيرك لا يداني أبا الزهراء أدركنا فإنا غدونا أمة تهوى التفاني جهلنا بعد علم فانحضرنا وكيف إذا يغيب الفرقدان القرآن والسنة جهلنا بعد علم فانحدرنا وكيف إذا يغيب الفرقدان وصار الجاهل المفتون يفتي يشير له المغيب بالبنان رسول الله ما لي حين أشدو بحبك غير تكرار المعاني فإني قد عزفت العمر لحنا عسى ترضى عسى ترضيك بالشوق الاغاني تقبل يا حبيب الله مدحي فكم في الروض مثل الأقحواني تؤرقني مدى الايام نفسي عساك تظلني يوم التداني تصد الحر يوم الفر عني وتحذوني سرابيل الاماني وتصحبني جوارك في مقام رفيع كي اراك وكي تراني سلام من جناب الله يعلي جنابك كل ثانية وآني صلى الله عليه وسلم <applause> محمد صفوة الباري ورحمته وبغية الله من خلق ومن نسم صلوا عليه وسلموا تسليما فصلنا نعود إليكم اهلا بكم اعزائي المشاهدين المتصوفه واقطاب الصوفيه الامام الرائد محمد زكي ابراهيم مواجيد الامام ماضي ابو العزايم كل اقطاب الصوفيه وشيوخ المتصوفه الكبار يعني كتبوا الشعر كتبوا الشعر في حب سيدنا النبي كتبوا الشعر في التعبير عن الحال والاحوال والمقامات الصوفيه بشكل يعني دائم التواصل والاتصال بالمريد بالمحب هل كان الشعر او يعتبر الشعر واحده من اهم ادوات التعبير عند المتصوفه الحقيقه ان الناس دي تملك حب رسول الله صلى الله عليه وسلم حياتهم كلها وكان هو المبتدا والمنتهى الشعر مننا عادي بيكتب فيه اغراض كثيره ومتنوعه ولعل منها يكون حب رسول الله عليه الصلاه والسلام. انما هؤلاء الناس حينما تملكهم هذا الحب وكان كل حياتهم فلم يكتبوا الا فيه. صحيح. انا هقول لحضرتك على حاجه انا وقع بين يدي من سنين قليله ديوان اسمه شراب الوصل. شراب الوصل. شراب الوصل ده ديوان للامام إيه اللهم صل على سيدنا محمد إيه فخر الدين محمد عثمان عبد البرهاني م. شيخ الطريقه البرهانيه هي طبعا طريقة كبيره ومن اكبر الطرق الصوفيه في العالم وتعداد من فيها ما يقرب من سته مليون شخص موجوده في مصر وشيخها في السودان كتبت كل اشعار هذا الرجل بعد وفاته صدر هذا الديوان بهذا المفتتح بعد وفاه هذا الشيخ بسنه او باثنين لهذا الرجل الملازم له تلميذه كان ياتيه مناما ويملي عليه هذه الاشعار باكملها فهؤلاء الناس طبعا دي يعني شبه كرامه يعني ما كان معجزه لنبي جاز ان يكون كرامه لولي وتلك قاعده دينيه يدرسونها في الازهر الشريف فتخيل ان حد ينزل ديوان من 200 300 صفحه في 70 80 قصيده فيها قصائد توصلت الى 300 و400 بيت كلها مملاه على رجل نائم يستيقظ يكتب ما 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 ما, ما سمع هذا الشيء معناه ان هؤلاء الناس تملك حب رسول الله صلى الله عليه وسلم حياتهم فلم يكتبوا في غيره الشعراء زي ما قلت من امثالنا احنا المبتدئين كده بنكتب في شويه في الوطن وشويه في الغزل وشويه في حب الرسول وشويه في حب المحبوبه وخلافه انما هؤلاء لم يجدوا مناص من ان تكرس كل حياتهم لحب رسول الله فكتبوها بصدق ولم يكتبوا في غيرها ولم يجدوا متعه في ان يكتبوا في شيء اخر يعني تذهب الى مواجيد الامام محمد الامام ماضي ابو العزائم على قدري اصوغ لك المديحه ومدحك صاغه ربي صريحه ومن انا يا امام الرسل حتى اوفى قدرك السامي شروحه هذه المواجيد التي لا اتصور ابدا انه يعني لم يستطع ان يكتب الا اياها ما كتبش الا هذه المواجيد الا هذا الحب الا هذا التدفق الا هذا الوصل بينه وبين سيدنا صلى الله عليه وسلم عليه والسلام. وعن مقاماتهم وعن احوالهم عايز ارجع ثاني لاختيارات شعريه تاني من عندك ونشوف هل يعني هل البرده او ما كتبته في في البرده الاولى او الثانيه او الثالثه لك فقط ام كانت لك هناك ايضا وانت في رحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم وانت في رحابه هناك عليه الصلاه والسلام الحقيقة ربنا اكرمني سبحانه وتعالى بان عملت فترة في المدينة المنورة في اطار عملي انا الخاص كمحاسب يعني فكنت ملاصقا للحرم الشريف حتى ان الفرد كنا بنبني منشات حوالين الحرم في المنطقة فكان الفرد يأذن اتوظف مكتبي انزل عقبال ما اوصل الروضة الشريفة واصلي السنة يكون لسه ما تمش الاقامة كمان فكانت متعة سنتين ثلاثة متعة متعة ما بعدها متعة. ففي هذه الرحاب يعني تخيل انت كل فرد تقريبا يعني أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم تناجيه ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر صحيح. لهم الرسول لوجدوا الله توابًا الله رحيمًا فكان هناك وصال وود و ويعني و... علاقة يعني وطيده كتبتُ في رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأت يعني ان اذكر اشياء من ما, من ما خصه الله به فقلت اعطاك ربي اعطاك ربي فوق ما اعطى الورى مجدا وفضلا في الخلود مسطرا اعطاك قرانا تعالى نسجه فوق البراعه او فصاحات الورى متحديا للعالمين بآيه حتى ولو كانوا لبعض اظهرا اعطاك فاتحه الكتاب وفضلها اعطاك نصرا بالمهابه اشهرا وحباك ذي الارض الرحيبه مسجدا والطهر فيها بالمياه او الثرى وحباك من فيض الكريم شفاعه لتكون في اليوم العبوس هي القرى وختمت ركب الانبياء بشرعه وجمعت اطراف البلاغه مبهرا اعطاك اصحابا تفانوا في التقى والحب للمحبوب صار مقدرا بابي وامي انت يا خير الورى هذا جوابك في الصحاب مكررا اعطاك في الدنيا خزائن ملكها فتركتها لتظل دوما صابرا ان ضاق رزق فالقلوب فسيحه او زاد فضل صرت عمرك شاكرا والبطن طاو لا تورث درهما لكن ارثك كان علما زاهرا أعطاك إسراء فصرت إمامهم وحباك معراجا رقيت على الذرى وولجت منزلة توقف دونها كل الخلائق والملائك كي ترى أعطاك إن لمست يمينك مجدبا أعطاك إن لمست يمينك مجدبا زرعا وضرعا صار يثمر أشهرا أو كان كفك فوق مفرق هامة عاش السعيد على الدوام معطرا اعطاك جذعا حن يوما باكيا لفراقكم حتى اطمان مبشرا حتى النبات تراه يركض نحوكم ان الغمام اتاك ظلا ظاهرا والماء ينبع من بنانك صافيا والجيش ياكل من طعامك شاكرا وسلوا قتاده عن حديث عيونه حتى استنار بفضل ريقك مبصرا وكذا عكاشه حين يكسر سيفه ناولته حطبا حساما باسرا اعطاك ربي لست احصي فضله من معجزات او عطايا او قرا ومنحت فضلا ان هديت لنوركم وبان اظل على طريقك سائرا فاشفع لحبك كي اكون بقربكم يوم القيامه آمنا ومظفرا صلى الله عليه وسلم عليه <سؤال> 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 محمد دايما ألاقي المنشدين واللي بيغنوا لسيدنا النبي اللي بيغني <سؤال> الغنى <سؤال> الديني دايما نلاقيهم على طول أول ما يبدأوا يروحوا بادين بالنصوص التراثيه اللي عندنا النصوص الجميله البرده مواجيد الامام ماضي ابو العزايم الكلمات الحلوه والقصايد العصماء لحسن، لسيدنا حسن بن ثابت يعني ليه على طول تلاقيهم بيروحوا على القصايد دي في البدايه اه بيروحوا لشعراء محدثين بعد كده انا هقول لحضرتك على حاجه انا مش عشان شاعر يعني برضه عايز اعرف عن تجربتك هل في محاولات لان حد هينشد لك شعرك؟ أه والله اه الحقيقه يعني في الطريق الان ان شاء الله بعد شهر او اثنين باذن الله في الاوبرا هيحتفى بميلاد الرسول عليه الصلاه والسلام وتعد الان ثلاث قصائد تغنى في هذه الليله باذن الله هينشدها هي المنشد الجميل الاستاذ حسام صقر وفي سبيلنا احنا بكره باذن الله حتى رايحين نعملها في استوديو متخصص يعني المهم سؤال حضرتك خاص بعمليه ليه بيروحوا للقديم م. انا بقول حضرتك مش عشان انا شاعر فاتحيز للكلمه ما هو اللي بينشد عايز يوصل قلب الناس م. وانت معاك ثلاث اضلاع للعمل الفني الكلمه واللحن ثم الصوت المبتدا هو الكلمه فانت عشان توصل انت حتى طبعا كمنشد حيبذل قصارى جهده في ان يتاثر وانه يؤثر وانه يعمل العرب المطلوبه وانه ياخذ المقامات اللازمه في لحنه ولكن كل كل ذلك لن يكون له اثر بدون الكلمه المؤثره. وبالتالي من كتب قديما كتب متاثرا وخلف في نفوسنا تراثا لا ينسى فهو بيروح على الشيء المضمون. يعني شوف البردة تمت ترجمتها إلى مش عايزين نقول كم إلى لو قلت لكل لغات العالم لا يعني مش هكون مبالغ إلى كثير من لغات العالم البردة تم غناؤها باشكال كثيره ليس نص البرده فقط لو رحنا نصوص للامام مهدي ابو العزايم نلاقي في منشدين كثير في ملحنين كثير راحوا لمواجيد الامام مهدي ابو العزايم يعني الموضوع هنا مرتبط بكم هذا الصدق وهذه الروحانيات في هذه الكلمات صحيح صحيح يعني الناس بتهرع زي ما قلت حضرتك للكلمه الصادقه وللكلمه المؤثره والكلمه التي تصل مباشره الى قلب المستمع فلن يجد ذلك يعني على اعلى مستوى الا في هذا التراث انا ليه بقول يعني يعني لا يعني لا اقصره على التراث لوحده يعني طبعا, طبعاً احنا اكيد بنقول الغالب الاعم يعني الغالب الاعم فهو كـ 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 كمنشد بي يعني بيختصر على نفسه تجربه ولكن طبعا انا اتمنى ان كل المنشدين الحاليين وكل المطربين الحاليين، وكل من يتجه الى هذا الاتجاه يبحث في شعراء دلوقتي على اعلى مستوى، هذه المسابقة التي اقول انها انشئت من 14 عاما في الـ في الـ في, الـ في الـ الامارات معظم الذين يفوزون بها سنويا مصريين. وطبعا مغاربة ومن كل دول العالم العربي، ولكن المصريين باع باع كبير فيها، فطبعا وقصائد انا معايا معظمها الحمد لله بحبها بحب اطلع عليها رائحة تحفه ولكن الناس ما بتغامرش للاسف. موضوع بقى كبير بقى موضوع الانتاج الفني والصرف على الانتاج الفني موضوع المواهب والاصوات والك... واكتشاف وال... يعني اكتشاف الشاعر، اكتشاف الصوت، اكتشاف يعني الصوت. ده كلها دي منظومه في الاخر بتفرز عندنا يعني المنشد الحقيقي والكلمه الحقيقيه والصوت الاجمل والحس الاحلى الاحلى. بس خلينا اروح لقضيه تانية يعني المتصوفه بكلماتهم بقاموسهم بكل قصائدهم بكل هذا الحب وبكل هذا التعبير الـ الـ الذي شد القلب قبل ان يشد الاذن انتبهت له الروح قبل ان تنتبه له اي ملكه اخرى يعني اغرى البعض بعض الشعراء الشباب في انهم يكتبوا الكتابه صوفيه بس هل الكتابه الصوفيه تكفي دون ان يكون هناك الحس الصوفي هناك المعايشه الصوفيه هناك الحال الصوفي الحال والاحوال التي يبدو فيها السالك والمريد والشيخ والطريق هذا موضوع كبير وحضرتك يعني اعتقد انك وانت تسال السؤال قد اجبت عليه الحال الحال لابد من وجود هذا الحال يعني لابد من وجود هذه المعاناه مش معنى انك خدت لي كم كلمه كلمه شيخ وكلمه مريد وكلمه قطب وكلمه آآ آآ مش عارف ايه وكلمه لا 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 وكلمه بوع لا ما ما ما, ما تمسكنيش الفاظ وتصوغ منها قصيده وتقول انا بكتب صوفي كتابه صوفيه لا ما في آه. هناك فرق زي حضرتك ما تفضلت بالسؤال نفسه ما بين الكتابه الصوفيه والحس الصوفي مم. والحال الصوفي مساله مقامات درجات ف وده كله يعني هيحسه المتلقي المتلقي هيعرف على طول ان اللي قدامه ده بيصطنع اه ولا ولا. وبعدين في حاجه يعني برضو ما زي حضرتك ما تفضلت الحال يفسره المقال ما هو خلينا ننظر الى حياه الانسان الشخصيه واحد عمال يقول لك انا بكتب مش عارف ايه وبعدين شوف يجدوه في موقف مخزي منين كل كتابته عن سيدنا النبي مثلا او غناه عن الرسول ومنين اراه في حاله سيئه لكن هؤلاء الناس كان حالهم هو مقلهم الله وقلبهم هو ظاهرهم فده عايشينها انا بقول لك ده بيناموا يلاقوا القصيده هم نايمين لكن الثاني بيقعد يكتب كتاب وبعدين تلاقيه مثلا في الاخر في قدر الله في مكان مش كويس او في آه صوره لا 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 يعني اقول لك مش عايز اقول يعني الرسول وربنا سبحانه وتعالى يربأ ان يعني تجري سيرته على مثل هذه الالسنه فبالتالي انت مش هتحسه حتى لو قعد يكتب ولو استخدم الفحوله الشعريه زي حضرتك ما تفضلت هي مش بالفحوله ابدا مسألة إحساس آه. المسأله حال مسألة مقال حال يفسره مقال الله يعني سأختم هذه الفقره بقصيده تختارها لنا تختم بها لنا هذه الفقره تفضل والله هي قصيده يعني صوفيه بحته هذا ديوانك الاخير البدء بالتيه البدء بالتيه آه. وحتى هي القصيده نفسها اسمها البدء بالتيه آه. عشت فيها حالة كده من المحبة لله سبحانه وتعالى فقلت فيها: قولي أنا في الهوى ما لست أحكيه والحال مهما بدا سر أداريه، قولي أنا في الهوى ما لست أحكيه والحال مهما بدا سر أداريه مالي ومال الورى إن ألهبت كبدي نار من الشوق في عيني تجليه ماذا سيجدي لروحي من شكوت له؟ إن كان يعذل أو خل أصافيه أما العذول فسعد عنده حزني فرحانة نفسه مما ألاقيه هذا الغرام الذي أشربت لوعته لا يعلم من كنهه من لا يعانيه فالشرب قرب وليس القرب يمنحه إلا الذي خصني في البدء بالتيه يا حق كل مشوق هاجه امل فاذن له نفحه تحيي امانيه فالشرب قرب وليس القرب يمنحه الا الذي خصني في البدء بالتيه ذلي على بابكم عز اتيه به والدمع في حبكم ما لست ابكيه ما كل دمع جرى ينساب من حزن بعض الدموع رؤى الافراح تمليه ما ان يجلي حبيبي بعض هلته حتى أراني فيضا من معانيه يعني خلص تحية والحب والتقدير للشاعر الأستاذ محمد جويش يعني على هذه السباحة في بحر الغرق فيه نجاة ويعطي لأحبته ويعطي لمن يرتاده هذه الفيوضات هذا البحر بحر الحب بحر العشق حينما يغرق فيه العاشق ويغرق فيه الشاعر يأتي بهذه اللآلئ والمحار من هذا العمق السحيق جدا جدا بشكرك شكرا جزيلا آه وسعيد بهذا الحوار الدافئ دائما لأننا نحتاج أحيانا كثيرا لأن نذهب إلى فضاء الكلمة الكلمة الصادقة جدا والحس الأحلى ولا تجد أحلى من الحس ولا من الكلمة التي تتواصل بها في حبك مع سيدنا صلى الله عليه وسلم ومع ربك فاصل ونعود إليكم ابقوا معنا اهلا بكم اعزائي المشاهدين يعني لما يكون الاب قارئ اذاعي اكيد في البيت حد هيبقى شايف المثل عنده في البيت والقدوه عنده في البيت فلازم يتحسس هذه الخطوات كده خطوه خطوه عشان يقلد ابوه ويدخل يعني ويجلس على هذه المادبه المادبه اروع مادبه في هذه الحياه ونجلس على بين المشايخ والمقرئين يعني اهل الله وخاصته يعني خلينا نرحب بالقارئ الشاب الشيخ محمد قطب الطويل شيخ محمد اهلا بيك اهلا بحضرتك صح استاذ شيخ محمد طبعا سعيد جدا جدا لما بقعد مع شباب القراء وهم بيعتبروا امتداد جميل للمدرسه المصريه بالزي الازهري الحلو طبعا اول مؤثر كان في حياتك هو الوالد إيه يعني طبعا إيه طبعا ازاي فكره التاثير والتاثر بدا ازاي هنا يعني طبعا الحمد لله وكفى وصلاه وسلاما على الذين اصطفى بعض منذ الصغر يعني رايت الوالد يقرا وصوته جميل واحببت هذه المهنه كما نقول عندنا هذه الحياه نعم في هذه الحياه مع القران نعم الحياه مع القران آه. يعني رايت الوالد جال وصال في جميع البلاد بالقران واصلح الله حالنا بالقران آه. رايت الوالد يعني ذهب الى اكثر من يعني إلى اكثر من 20 دوله بالقران ارتفعت حياتنا بالقران وارتفعنا بين الناس بالقران من هذا المنطلق احببت هذه الـ هذا الـ وحفظت يعني. القران صغيرا نعم نعم, آه. نعم على يد الوالد ايضا جميل نعم طيب يعني ما دام الوالد قارئ وانت قارئ يعني المشاهد دائما يشتاق للسمع المشاهد المصري دائما والمشاهد العربي والمشاهد المسلم وحتى الإنسان في حد ذاته لما بيسمع القارئ المصري تحديدا بيقرأ بيتشدله بيبقى عايز يسمع نعم ويشوف نعم نبدأ وتقدم نفسك لسادة المشاهدين بسم الله الرحمن الرحيم الاسم محمد قطب الطويل اقرأ قرآن <applause> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أهل أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراه و وَاعْتَنَّ عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العادل الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. صدق الله العظيم صدق الله العظيم شيخ محمد دايما فكرة البداية اللي هي بيحتاج فيها القارئ لعملية التسخين طبعا الصوت وإنه دايما بيبدأ من عند مقام البياتي أيوة نقول نبدأ بياتي وننتهي بياتي هنرجع للمنطقة التانية ولكن خليني أنت تعلمت إيه من الوالد في البيت مش مجرد الحفظ فقط لغير وهل الدايره اتسعت معاك ورحت لما هو اوسع؟ وانا شايف انكم ميلين لشيخ حصان شويه مظبوط رايح المدرسة يعني رايح لمدرسه الشيخ حصان. طيب الدايره ما اتسعتش انك تسمع رواد المدرسه المصريه؟ طبعا سمعت أكتر. كتير اه سمعت كتير طبعا يعني امثال سيدنا الشيخ محمد الليسي رحمه الله م. والشيخ شيحات محمد انور م. والشيخ محمد شبيب وطبعا استاذ الكل الشيخ مصطفى اسماعيل رحمه الله طبعا انت دايما انت ماشي من, من الاجيال الاقرب اليه اي طبعا اه يعني اللي انا عصرتهم <applause> اللي آه انا عصرتهم طبعا طبعا جميل وانت طبعا حضرتك يعني دلوقتي يعني هو ده عصرنا هو ده السمع المستمع القديم قوي لسيدنا الشيخ مصطفى اسماعيل والشيخ رفعت مش ما موجود الايام دي يعني المدارس الموجوده الايام دي كلها مدارس طبعا سيدنا الشيخ الليسي وسيدنا الشيخ شحات انور والشيخ شبيب والشيخ قليل وده كله امتداد لان طبعا القراء بيسمعوا اللي قبلهم نعم. وبيهضموا ايوه طبعا وكل واحد بيقدم شخصيته بعد كده مظبوط ايوه كده. طبعا اكيد يعني انت دلوقتي بتسمع الوالد في البيت وبتسمع الشيخ حصان وبتسمع الشحات محمد انور وبتسمع الشيخ الليسي وبتسمع الشيخ شبيب رحمه الله عليه نعم بتهضم كل الطرق دي وبعد كده بتحاول تدور على يمكن في في الحاله دي او في الوقت ده تحديدا بتدور على نفسك. هي طريق خاص طبعا اكيد مم. يعني يعني تقريبا مثلا باخد من شيء ومن سيدنا الشيخ حسن شيء ومن الشيخ شبيب شيء والشيخ شحات شيء كل بيحاول يعمل كاريزما لنفسه كده يعني ايه عشان لما نسمع اقول مثلا محمد بيقرا هو الشيخ محمد كده. ده اول ما اسمع صوتك اعرف اني آه. ده صوت الشيخ محمد. اه, آه طبعا آه. يعني ما حاولتش ان ما قلتش حد مظبوط يعني آه. يعني ما اقتبستش شخصيه شيخ مظبوطه حتى الوالد يعني ما حاولتش ان اقتبس شخصيه الوالد مثل امثال قراء كثر يعني موجودين الان مقتبسين شخصيات والدهم كده رحمهم الله كده يعني طيب خلينا نقول يعني دلوقتي وانت بتقرا بتبقى عارف ادواتك كويس تمام نفسك قد ايه هيستغرق الايه هل هياخد ايه طويله ايه قصيره ولا انت حسب المعنى اللي انت يعني ملتزم باحكام التجويد واحكام التلاوه ولكن في بعد تاني بعد الفهم مظبوط تدرس بتدرس شريعه وقانون في الازهر الشريف وده طبعا. اكيد ليه فايده في حياتك أكيد. ازاي طبعا. هو طبعا حضرتك في موضوع النفس القران معنى ايوه نعم حضرتك انا طبعا مكيف مكيف قدراتي على على نفسي صحيح على نفسي يعني مثلا يعني طبعا طالما من شيخ كان نفسه قصير قد جدا كده شيخ حسان يعني نفس يعني, أطرب يعني كله أقصر نفس طبعا اكيد طبعا نفس ولكن كان مال الفضا من الفضا لما مزبوط. يقرا يعني يعني آه لن يجد الزمان بمثل شيخ حسان ثاني يا اخي طب حضرتك ف فطبعا زي ما حضرتك عارف ان موضوع النفس مش بقياس للقارئ اولا زي ما حضرتك ذكرت ان الشيخ حصان هو طبعا كان بينضرب بالمثل في اقصر نفسه وكده فانا فدلوقتي الواحد بيكيف نفسه مثلا الجمله اللي هيقولها او الايه اللي هيقولها على قد النفس بالظبط بحيث ان هو مثلا ايه ما يضطرش مثلا القفل الاضطراري او يضطر مثلا نفسه انقطع او يحسس المتلقي آه. انه نفسه قطع في الحته دي آه، فعلا فيعني في وقف وقفه كده يعني لا تستسيغها الاذن وربما يعني نعم. يبقى فيها نوع من الخلل يعني نعم. صح ولا إيه؟ نعم نعم يعني آه. يعني بتنزل على ودن القارئ على ودن المستمع مش كويسه صحيح اه يعني المستمع يشمئز من هذه آه. ال هذه الامور يعني آه. في هذه يعني لان محمد قريب او شيخ محمد قريب من اجيال بيتكلم عنها وجميل ولكن برضه عشان برضه يبقى التاريخ ونقف عند المدرسه ورواد المدرسه لما نروح للنفس القصير نروح لسيدنا الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي نفس قد كده مش نفس مش طويل ولا طبعاً حاجه طبعاً. بس شوفوا روعه الاداء وفخامة الأداء للشيخ عبد الفتاح الشعشاعي أحد أهم رواد مدرسة التلاوة المصرية والذي دخل الإذاعة المصرية بعد الشيخ رفعت يعني خلينا سنة 36 تقريبا بين 36 و وسبعة وثلاثين الإذاعة المصرية الإذاعة المصرية أكبرها إيه معك؟ والله أنا كتبت الطلب وقدمته في الإذاعة وكده وإن شاء الله الأيام ديت الإذاعة ذهبت للأقاليم اللي اختبرت في الاقليم يعني انتقلت الى الاقليم نعم نعم مم. يعني انا قدمت الطلب منذ سنه تقريبا في تخطيط الديني في مازبيرو آه الدور كان علي الان بس الاذاعه يعني قالت ايه ان هم عشان عدم المشقه على القراء والمبتهلين كده فالاذاعه الان في القناة حلو نهج جميل اه يعني اه يعني فالقناة طبعا بيضم بقى الاسماعيليه والشرقيه والدهليه وكل ما يحيط إذاعة الاسماعيليه ايوه هيخلصوا الايام دي تطلعوا على وسط الدلتا يعني ان شاء الله كمان اسبوع كده يطلعوا على وسط الدلتا ناخد بقى كفر الشيخ والغربيه وكل ما يحيط بوسط الدلتا. ان شاء الله اختبارنا يكون في وسط في وسط الدلتا ان شاء الله. طيب نرجع لاسئلتنا تاني صدر. ولكن انا دايما بحس ان الساده المشاهدين عايزين يستمتعوا بالتلاوه اكثر من الحوار وان كان الحوار بيوضح بس بعض النقاط مم. المهمه في حياه ضيوفي. أه تحب تقرا ترتيل ولا تجويد دلوقتي لحد ما صوتك مم. يسخن شويه. نقرا ترتيل ماشي. اقرا ترتيل يعني خد دقيقتين ترتيل ثلاث دقائق ترتيل يكون الصوت كده الاحبال الصوتيه سخل. يعني خلاص أه زي ما بتقولوا سخنت شويه. بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين الا تعبدوا الا الله اني اخاف عليكم عذاب يوم اليم فقال الملا الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك الا الذين هم ارازلنا بادئ الراي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم ارايتم ان كنت على بينه من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون صدق الله العظيم. <applause> بعد هذه الآيات من سورة هود يعني يعني وأنا بتذكر الشيخ مصطفى إسماعيل كان بيقراها إزاي هذه الآيات تحديدا. واسمع قراء كبار بيقروها ازاي من خلال آه هذا التصور يعني أو التصوير الرائع وما آه يطرحه القارئ من خلال الصوت من خلال الفهم من خلال المعنى وهو بيديني يعني حالة بعيش معاه بحس بفهم كأنه بيشرح لي دلوقتي انت درستك في الشريعة والقانون نعم <applause> وده مهم جدا قد ايه اني آه او الى اي مدى درستك في الشريعة والقانون بتسهل عليك فهم معنى الآية اللي بتقراها يا شيخ محمد؟ نعم طبعًا حضرتك عارف إن يعني في الكلية بندرس طبعًا فقه المقارنة وأصول الفقه و طبعًا دراسة أزهرية طبعًا يعني طبعًا يعني آه. شاملة يعني م. فده يعني طبعًا حضرتك عارف إن القرآن معاني صعبة على أي حد فهمها فده فادنا كتير طبعًا في, في الأزهر وفي الكلية يعني والله حضرتك طبعًا في الكلية الآن بالذات في الكليات الازهريه والشرعيه القران هو السلاح يعني هو طبعا معضله اي اي شخص الان في الـ في الـ في الكليه هو القران ان ضاع القران منك يعني هو آه هو الاساس آه عندك آه طبعاً القران الكريم يعني كانت الخطوه الاولى قبل ان تدخل الازهر قديما هو ان تحفظ القران طبعاً تذهب القران حافظ او تذهب الازهر حفظ القران يعني في الكتاب حفظ القران وده آه اول يعني آه يعني آه يعني خطوه حقيقيه بتخطوها عشان تخش الازهر الشريف. مظبوط طبعا. وده مهم جدا. اكيد طبعا. ويعني ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر؟ يعني ليس صعب المعاني أو, او ان يفهم القران لا القران يعني يعطي ويعطي ويعطي لمن يحبه ومن يفهم ومن يتعلم ومن ومن في اطار هذا يعني انت بتبقى عندك تصور وفهم الايات اللي بتقراها. أكيد طبعا من خلال هذه الدراسة أكيد طبعا أكيد م. أكيد يعني تصور فهم يعني والله برضه أحيانا يعني يصعب على علي شخصيا فهم بعض الآيات بترجع لتفاسير تقرأ يعني وأنت بتختار الآيات اللي بتقرأها بترجع وتقرأ تفاسير عشان تفهم معنى الآيات والله في الحقيقة يعني أنا بستسهل وبسأل الوالد يعني جميل يعني معظم يعني أنت عند عندك مصدر في البيت آه بترجع يعني. له أه أه طبعا الوالد يعني خلاف أنه قارئ فهو مدير عام شؤون القرآن في الأزهر ومثقف جدا و بايه؟ آه والله هو بينصحني يعني النصيحه دايما اللي بيقولها لي ان انت كل ما تدي القران القران يدي لك. يعني اخلص آه. اه يعني كل ما تدي للقران القران, القرآن يدي لك. يعني آه هو طبعا أنا هو شايف يعني شايف ان احنا كنا فين وبقينا فين بالقران وهو علينا بالقران وكذا حضرتك شايف فدايما يقول لي عليك بالقران. يعني اتقن في القران واخلص في القران القران هيرفعك وهيعليك و... لذلك بتواظب على هذه العلاقه بينك وبين القران طبعا يعني حفظ القران الكريم يعني دايما المواظبه على ان تراجعه أكيد طبعًا. كثيرا الورد اليومي طبعا آه. وردك اليوم بالنسبه لك آه. ايه الورد اليومي اللي بالنسبه لك من القران؟ يعني والله الورد اليومي يعني اقول مثلا يعني نصف جزء يوميا او ثلاثه اربعه يوميا كده ما يتيسر انت عارف ما مع مشاغل الحياه وكده كمان فكره ان الاستماع المستمر يعني فكره ان تستمع لمقرين م. اخرين تستمع للوالد تستمع م. للشيخ حصان تستمع م. للشيخ الليسي ده مهم جدا ده بيخليك على طول في حاله تواصل مع الاداء تطور الاداء المصري نعم. اللي ليه طعم ايوه اكيد آه. طبعا اه ده الاستماع ده يعني شيء اساسي في الحياه اليوميه م. يعني يوميا على يوميا لازم نسمع لازم نسمع يعني احنا في السياره الرئيسة من العزاء لازم من المسيء اي شيء لازم السياره موجود فيها هذه الفلاش طبعا موجوده حصان والليسي والشحات وكل هذه العمالقه الواحد كلهم بيستفيد خبرات وبيزداد خبره من هؤلاء المشايخ العظام رحمهم الله جميعا يعني يعني خلينا ارجع او نطلع لفاصل ونرجع تاني عشان نسمع اكتر ويكون صوت الشيخ محمد سخن شويه والاحبال الصوتيه بدات تاخد وضعها الطبيعي في حاله القراءه والقراءه اللي فيها يقول لك ايه ده الصوت يعني انجلى انجلى ازاي هنروح الفاصل ارجع معاكم خليكم دايما معانا اهلا بكم اعزائي المشاهدين وسعيد وانا بصحبه الشيخ محمد الطويل شيخ محمد احنا قلنا قبل الفاصل بنقول لما صوت ينجلي نعم. صوتك انت يعني مع العاده والاعتياد بتعرف ان صوتك بياخد كام خمس دقائق اربع دقائق ثلاث دقائق لحد ما تحس ان صوتك بدا يطوعك لان انت صوتك من, من الاصوات العريضه نعم. آه. آه. يعني فتره التسخين وكده يعني خله مثلا خمس دقائق كده لحد ما الواحد يقول جوابات اه يعني خمس دقائق ست في القرارات اه طبعا حشرجت يعني كله 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 ماشي كده في البيات شويه كده في بتطول شويه في البيات ما بين ما بين البيت والحجاز اه ما بين البيت والحجاز والبيت وبعد كده تنقل بقى الرصد اه اه ما انتوا احيانا بتعملوا ايه حركه حلوه لطيفه قوي تروح جايب مع البياتي رصد وعامل حسيني مظبوط وعامل حسيني كده آه. في الاول القارئ ده ذكاء القارئ المصري يعني آه. عشان يشد لأن الودن المصريه ودن تحب الى حد ما يعني تتشد شويه بطرب بسيط ومقام الرصد مقام مقام تطريبي شويه وبيميلوا ايضا لمقام الصبا لأن مقام الحزن ده من مزبوط. بيحبوا الناس احيانا آه. يشعروا بهذا الحال وميسمعوا القران الكريم خلينا يعني هتسمعنا ايه دلوقتي وخد وقتك شويه عشان تعرف ان آه تقول زي ما أنت حابب وأنت عايز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأن أنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم والصالحين من عبادكم إن يكونوا فقراء فضلك والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى حتى يغني يوم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاد فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وأ والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم 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 ان علمتم فيهم خير ولا تكروا فتياتكم على البغاء ولا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم. صدق الله العظيم. شيخ محمد يمكن بيفرق معاك وجود مستمع قدامك؟ أكيد طبعًا. وأنت في الجامع؟ أكيد طبعًا، المستمع هو كل شيء في في القراءة. آه إزاي بقى أقول لي؟ يعني آه حضرتك طبعا لو جيت قسمت بلاد محافظات محافظات الجمهوريه كده اه هتلاقي مثلا ان السمع مثلا في المنصوره في الدهلية اه ده بتتقسم كده المحافظات آه يعني, يعني البلد دي فيها سميعة تقال فاحنا آه. لما نروح نبقى مستعدين كويس اه طيب اكيد آه. طبعا انا يعني اذا حضرتك مثلا عندك في قلنا في عند المنيا انا من آه من, من, من المنيا هناك طبعا سماع كتير جدا يعني م. كانوا بيجيبوا على طول هناك الشيخ حسان والشيخ عمران يعني مثلا لما تيجي مثلا تروح شربين الدهليه كده والمنطقه دي كده بيسمعوا برضو السمع الشحات انور وحصان ومشايخنا الكبار فكل منطقه كده لها ايه يعني نظام في السمع لها اذن معينه <applause> لها <applause> أكيد مزاج في السمع معينه اكيد 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 طبعا فيعني <applause> والقارئ حضرتك عارف الايام ديت يعني المستمع قليل جدا لا هو في مستمع بس انت قصدك على السميع اه اكيد طبعا أو السميع أو السميع ده السميع المهم اللي جداً اه السميع اه السميع بيف... اللي هو بيعرف هو بيسمع ازاي اكيد هو بيسمع القرآن وعاشق القرآن بس هو عارف ايه يعني الآية تتقال ازاي أكيد طبعا والمقرئ يقولها ازاي أيوه نعم نعم والمقرئين زمان كانوا قدامهم السميع يعني الصف الأول ده سميعة فطبعا عارفين آه. هما بيعملوا ايه أيوه أكيد آه. طبعا اه أكيد طبعا فهو يعني ال... أنا ببدأ أشتغل على هذا السميع ده م. يعني اذا لو مش واحد مثلا لو ما فيش سميعه ما حدش فاهم ما حدش عارف انت بتقول ايه ما حدش فاهم عربك ما حدش فاهم مقاماتك الموسيقيه ما حدش فاهم انت بتقول ايه فبيبقى الشغل كله ستريت بقى عادي يعني اتعلمت المقامات اه اكيد طبعا فين وازاي والله طبعا انا اللي حببني في المقامات واول ما سمعت تغيير المقامات الشيخ محمد عمران سيدنا الشيخ محمد عمران طبعا يعني هو استاذ المقامات الموسيقيه فلما بدات اسمع الشيخ محمد عمران وكده واعرف المقامات و وبيلون كده وبيقول كده وبيغرب فبقى تسال بقى الوالد الممدى اسمه ايه يقول لي سيكه اسمه يقول لي يقول لي كرد برضه عن طريق الوالد يعني <applause> يعني الوالد طبعا كان هو اصلا اتعلم المقامات الموسيقيه من برنامج اسمه اسمه الحان زمان <applause> حضرتك كان بيجي على الراديو كده فهو كان دايما متابع البرنامج ده فتعرف او عرف من خلال البرنامج آه. وتتبع البرنامج فعرف المقامات من خلال الالحان اللي موجودة. اه مظبوط آه. اه كان هو دايما على طول بيتابع البرنامج ده ايوه يعني حضرتك مش عارف عارف البرنامج ده لا كان بيجي على اذاعه صوت العرب تقريبا او تمام, شغل. آه. تمام تمام فهو كان من عشاء البرنامج ده مم. كان بيجيبه طبعا بقى يعني دايما جابوا حلقات للشيخ علم... لسيدنا الشيخ محمود رحمه الله طبعا ال... العالم لش... الكبير والمنشد الكبير يعني ايوه طبعا شيخ المنشدين ايوه يا شيخ يعني, علي علي محمود يعني آه. اه فهو حب هالبرنامج وعرف المقامات كلها منه فانا لما كنت مثلا اسمع مقام غريب على وداني بس اساله أسأل اقول له تمام فيقول لي مقام صبا مقام سيكا مقام كده وكان يوجيني يعني بقى يقول لي مثلا مقام الصبا ده مثلا لما نيجي مثلا في ايه عذاب وايه نار وجهنم وبنتكلم عن كده نشتغل في الصبا ايوه خدت واحد بس بنتكلم في الجنه وبنتكلم كده عايز بشرة بقى آه وفرح نتكلم في الرصد الله آه. بنتكلم في القصص القراني وكده نقول سيكا اه عايزين نفرح الناس مثلا كده نقول بيات نقول كرد كده يعني من هذه المقامات كده يعني أه بتمنى <applause> لك ان شاء الله مستقبل جميل <تكلم> نسمعك بعد كده بش... باشكال وانماط واليات مختلفه من خلال يعني اصرارك على انك تكون قارئ مجيد بشكر الشيخ محمد قطب الطويل شكرا جزيلا كم الله اعزائي المشاهدين سعدنا بكم ونتمنى دائما ان نكون أه او نقدم لكم كل ما يسعدكم تصبحون على خير الى اللقاء